الحنكة والذكاء ما يجعلنا نفخر بنساء اليمن. وجود البنات مزعج. نعم، ما الفائدة منهن؟ نحن نبني ونعمل ونحمي الوطن، لا يوجد لهن دور مهم. ضعيفات ولا يقدرن على شيء، يجب أن يبقين في البيوت. أنتم لستم على حق، أنتم على خطأ، فالمرأة لها دور كبير، وقد كرمها الله في القرآن بأنها نصف المجتمع وتساعد النصف الآخر. لكننا نعرف أن المرأة مكانها في المنزل، تطبخ وتكنس. ومن قال هذا؟ لتعرفوا الحقيقة تعالوا معي لأريكم كيف كان للمرأة شأن عظيم. إلى أين سنذهب؟ سنعود بالزمن إلى عهد مجد وقوة اليمن، إلى عهد نساء وملكات حكمن اليمن. نساء عظيمات، هنا من حكمنا اليمن وأخضعنا دولا كثيرة وحمينا اليمن من أطماع ملوك آخرين. لكننا نعرف فقط الملكة بلقيس. من ناداني؟ ألم تكوني في قديم الزمان؟ نعم، أنتم أتيتم إلينا الآن لتروا ما كنا نفعل. أنا الملكة بلقيس بنت الهدهاد، ابنة ملوك حكمت اليمن لمدة 43 سنة، وعرفت بحكمتي ورجاحة عقلي، وأنا أول من أدخل الشورى إلى الدولة، وطورت وحميت اليمن، ولقد أسلمت أنا وشعبي مع سليمان النبي عليه السلام. وأنا أيضاً أعرف ملكة أخرى اسمها أروى. هل ناديتموني؟ أنا موجودة هنا. أنا أروى بنت أحمد الصليحي، أول ملكة يمنية في الإسلام، ولقد حكمت 56 سنة في مدينة جبلة التي جعلتها منارة للعلم والثقافة يأتي إليها الجميع، كما أنني بنيت المدرجات الزراعية وأوصلت المياه العذبة إلى كل بيت في مدينة جبلة من خلال بناء قنوات المياه عبر الجبال المحيطة، وحميت بلادي من أطماع الدول الأخرى. نحن نعرف فقط ملكتين، ومن قال إننا نحن من حكم اليمن فقط؟ إن هناك ملكات كثر. حقا، مثل من؟ أيتها الملكة لميس، أيتها الملكة شمس، يا ملكة طريفة. عرفنا عن أنفسكن، فهناك أناس كثيرون لا يعرفونكن. أنا الملكة لميس بنت نوف بن يريم، أم الملك أفريقيس الذي سميت قارة أفريقيا على اسمه. حكمت اليمن ولي قصور فيها نقوش تحكي عن ملكنا أنا وأختي الملكة شمس، ولقد حكمنا قبل الملكة بلقيس. أنا الملكة نادين ذي صدق شمس، ويقال إني أم الملكة بلقيس، ولقد كنت محاربة عسكرية ولدي درع النحاسي، فأنا محاربة أحمي بلادي من الأعداء. أنا الملكة طريفة بنت الخير الحميرية، ملكة مملكة غتبان، وكاهنة تنبأت بهدم السد قبل وقوعه، فأخذت شعبي خارج المدينة قبيل انهدام السد. حكمت اليمن لمدة قصيرة، ولكني حميت شعبي.
إن هذا جميل جدا، أنا فعلا أفخر بملكاتي وبأخواتي، فنحن يدا بيد نبني هذا الوطن. نعم، نحن اليمن الماضي والحاضر، ونحن المستقبل. إن على اليمنيين التسلح بالعلم والقوة، لأنه كان ذلك أساس قيام الحضارات اليمنية القديمة التي لم يتم التفريق بين إناثها وذكورها. يدا بيد واجهوا حروبا وأزمات وانتصروا على الأعداء والطامعين. نعم، فلا نفقد الأمل في إصلاح هذا البلد العريق. سوف نحمي ونبني هذا الوطن ونعيد لليمن أمجادها.